بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زميلكم بالكلية محمد الغامدي. اليوم رجعت لكم مقطع ثاني نتكلم فيه عن الـ Innate Immune System البارت 1. حبيت اليوم أشرح لكم الشرح هذا من المحاضرة أو من سلايدات الدكتورة، لأنها توضح بشكل أفهم يعني أو شكل أحسن لكم عشان تفهموا منها. طيب، في البداية في عندي هنا سؤال في المحاضرة: What do you mean by innate؟ ماذا نقصد بالإنيات؟ الإنيات هي المناعة الموجودة منذ الولادة، أنت ولدت فيها، غير أنك ولدت فيها هي موجودة طبيعيا، وغير أنها موجودة طبيعيا هي يعني شيء ناتشورال في الجسم. حتى هنا جابت لك الدكتورة صورة الأطفال هذه تدل على أن هذا الشيء يعني كلهم متساويين في هذا الشيء. صحيح أنه مختلفين بالصفات الوراثية، نلاقي هنا واحد أسمراني، واحد أبيض، واحد أشقر، واحد زي كذا حنطي، فكلهم مختلفين بالصفات الوراثية لكن متفقين في هذا الشيء. طيب، ننتقل هنا عندك الليرنينج اوبجكتيف. هذه المحاضره ما راح نتطرق له، لكن هنا بنيجي على عندك كاتبت لك الدكتوره الفروقات بين الانيات وبين الادابتيف. طيب، اهم فارق اللي هي استفتحت فيه الدكتوره الفروقات الاستجابه المناعيه. هنا يقول لك بالانيات الاستجابه نفس الاستجابه حتى مع التكرار، يعني جانا الميكروب اول مره تعرفت عليه وقتلته، خلاص جانا الميكروب ثاني مره نفس الاستجابه لا اكثر ولا اقل. تمام، وما تتذكر، ما فيها خلايا ذاكرة. أما نيجي لهنا تقول لك become more efficient، يعني تصير أكثر كفاءة، تصير effective more effective، في عندك جهد أكبر. يعني جاني أول مرة الميكروب ذبحته، إذا نفس الميكروب جاني مرة ثانية فصارت عندي أنا القدرة إني أذبحه بشكل أقوى، لأن هذه الأدابتيف المكتسبة وفيها الخلايا اللي هي نسميها الميموري سيلز، اللي هي ريمبر اند رياكت افكتفلي، يعني بشكل اقوى تتذكر وتهاجم بشكل اقوى. طيب، الخاصيه الثانيه من الخصائص هذه بالانيات والادابتيف ان التعرف. كيف التعرف؟ الانيات تتعرف على بعض الخصائص اللي يشاركها الميكروبات. ايش يعني هذا؟ احنا نذكر ان كان في عندي هنا هذا الميكروب مثلا، لو نشوف هذا ميكروب، تمام، الميكروب طالع منه الانتيجين، استخدم نوع ثاني للانتيجين، او طاح القلم ما ادري انكسر. طيب، الانتيجين هذا الانتيجين، تمام، حلو. فهي ما تتعرف على الانتيجين، هي تتعرف على خصائص يشاركها الميكروب، تمام، وهنا تتعرف على عدد بسيط من الخصائص، يعني ما تتعرف على عدد كبير، يعني على عدد بسيط من الميكروبات، ليميتد لها حد. اما هنا تتعرف على unlimited، عدد كبير، لان في عندي عدد كبير من كل ميكروب داخل عليه انتيجين، فهم؟ فهي تعرف، تصير تتعرف على انتيجينات اكثر. وهنا فيها الميموري سيلز نفس بالسلايد اللي قبل المكتوبه. طيب، هنا في شيء مهم وتفسر لك هذه السلايد. ايش الشيء المهم اللي هنا؟ ان cannot be evaded by microbial mutation. ايش الميكروبال ميوتيشن الحين؟ الحين هذا هذا الجي هذا الميكروب وعليه الجين الانتيجين، فهو سوالي ميوتيشن، طفرة تغير، فصار شكله مشابه مثلا لحقة الجسم، للانتيجين حقة الجسم، او ما صار عليه انتيجين. فايش هنا يقول لك بالانيات لا تهرب منها، يعني تقتلها تقتلها. ليش؟ لان بالانيات قلنا في السلايد السابقة انها تتعرف على اشياء تشاركها الميكروبات، فتتعرف عليها كذا عن طريقها، ما تتعرف عليها عن طريق الانتيجين. لكن هنا تقدر تهرب من الادابتيف. ليش؟ لان الادابتيف تتعرف على الانتيجين، فاذا الانتيجين مثلا صار له ميوتيشن، صار له طفره تغير في الانتيجين، ما راح تتعرف عليه فما راح تقدر تذبحه. طيب، نيجي له هنا يقول لك في عدد من الخلايا موجوده بالانيات وعدد موجوده من الادابتيف. انتوا اقروها، لكن اعرفوا ان اهم شيء في شيء نسميه الانتر ابيثيليوم تي سيلز، هذه لازم تعرفوها وبعدين بتكلم عنها في البارت الثاني. وفي عندي الناتشورال كيلر تي سيلز، هذه الناتشورال كيلر او الناتشورال كيلر تي سيلز نفس المكتوب بالسلايدات، هذه كلها تتشارك بين الادابتيف والانيات. طيب، هنا يقول لك الانيات ديفنس، دفاع يكون عن طريق السكن او الانترال ديفنس، يعني اما عن طريق الحواجز الابيثيليوم او اللي هي زي البشره، زي الميكوزا الممبرين، زي الاغشيه المخاطيه المجوفه الجسم كله، وفي بعض من انواع الخلايا هذه يمديكم تقرونها بكل سهوله وراح تكون واضحه. والادابتيف ديفنس اللي هو الدفاع المكتسب، هذا قلت في الشرح الماضي انه فيه هيومرال وفيه سيليولر. الهيومرال اميونيتي اللي هو حق البي سيلز اللي هو موجود بال
اكسترا سيلولر، والسيلولر سيلولر ميديت اميونتي اللي هو التي سيلز مسؤوله عنه ويكون موجود داخل الخلايا. وهذا برضو تقدر تقروه الشكل اللي هنا، الجدول يتكلم عن الماكروفاجس، خلايا الماكروفاجس ايش وظيفتها، والدنتريك سيل ايش وظيفتها، والنتروفيل ايش وظيفتها وزي كذا. لكن الحين كل شيء بيكون واضح بالسلايدات الجايه. طيب بسم الله. الحين عندك الانيت اميون سيستم. طيب له طريقتين بالدفاع، اما يكون الانفلاميشن، بس هنا ما هي مكتوبه انفلاميشن، وال يسمونه انتي فايرال ديفنس او انتي فايرال ستيت. ايش هذه وايش هذه؟ طيب الانفلاميشن يصير عندي اكيوميليشن، تتجمع الخلايا، اكتيفيشن تتفعل، كيلينج تذبح لي الميكروب. طيب وبنتكلم هذه كيف تصير، وبنتكلم هذه كيف تصير في السلايدات القادمه. طيب اما بالنسبه للانتي فايرال ستيت، في عندي خلايا الناتشورال كيلر هنا مكتوبه باللون الاحمر، وشيء نسميه انترفيرون تايب 1. هذه الناتشورال كيلر تقتل الفيروس، والانترفيرون تسوي بلوك للريسبتورز. طيب وكل شيء بنتكلم عنه الحين. الحين هنا عندنا كيف كيف يحفز الجهاز المناعي الطبيعي او المناعه الطبيعيه، كيف نحفزها؟ المناعه الطبيعيه في شيء نعرف اسمه، او في شيء نبي نعرف اسمه، البامبس. ايش البامبس يا محمد؟ جزيئات صغيره محفوظه داخل فئه من الميكروبات يتم التعرف عليها. يعني الميكروب جاء عندي، الميكروب في داخله جزيئات، الجزيئات هذه الجهاز المناعي او الخليه المناعيه تتعرف عليها، وبعد ما تتعرف عليها تذبحها. طيب وفي عندي او تحفز للجهاز المناعي، يعني في عندي شيء نسميه البي ار ار. البي ار ار ايش هذه؟ هي مستقبلات تتعرف على مسبب المرض، يعني تشوف اذا شافت مسبب المرض تتعرف عليه فيتحفز عند الجهاز المناعي. تمام. الحين بنتكلم عن شيء نسميه الدامبس. ايش الدامب؟ الدامب هي ترى مشتقه من القبل اللي هي البامب. تخيلوا معي ان دا عندي خليه ماتت او صار لها نكروتوكسلز او دامج صار لها، تفرز لي شيء نسميه الدامب. الدامب هذه افرازات منها. يعني ايش تسوي الدامب؟ الدامب تحفز للانفلاميشن. الانفلاميشن بوظيفته ايش يسوي؟ يقضي على الخلايا ويكون لي خلايا جديده، يبدا لي عمليه التيشو ريبير. طيب ايش تعريفها هذه بالعربي؟ جزيئات حيويه تبدا الاستجابه الالتهابيه. يعني جزيئات تكون تفرزها الخلايا الميته او الخلايا صار لها دامج، تبدا للاستجابه الالتهابيه. طيب الحين هنا نرجع على الفروقات اللي كانت بين الانيات والادابتيف. طيب هنا يقول لك الانيات مثلا لها المستقبل، قلنا مثل ما نعرف البي ار ار. طيب البي ار ار من لما خلاص انت انولدت بي ار ار، كبرت هو نفسه البي ار ار ما تغير. لكن هنا مثلا عندك الادابتيف اميون سيستم، يقول لك في شيء يصير اسمه الجينيتك ريكومبينيشن. تذكرون لما بشرحها هنا، تذكرون لما كنا ندرس عن تكوين البروتينات كان في عندي شيء اسمه اكزونز، اكزون 1 مثلا هذا مثال، واكزون 2 مثلا، هنا اكزون 2 وهنا اكزون 3 وهنا اكزون 4. معلش الارقام، واحد برا الصندوق واحد داخل الصندوق. طيب اذا ربطنا بين 1 و2 و3 يعطيني بروتين، اذا ربطنا بين 1 و2 و4 يعطيني بروتين. فهنا مشروحه بهذه السلايده. تمام. ايش الجينيتك ريكومبينيشن؟ مثلا الاي مع البي، بعدين الاي مع السي، والاي مع الدي، فصار يتعرف على عدد من الفيروسات اكبر بكثير واكثر. يعني خلاص فيروس واحد صار عنده فيروس 1 2 3 4، صار كل مره يكون فيروس جديد جديد جديد. كل ما يتعرف على فيروس يعرف يصير يستقبل، يعرف يستجيب لفيروسات جديدة. معلش على التكريجات هذه بس يلا. اوكي وهنا عندك الهوست. ايوه تميز خلايا الهوست ولا لا؟ طريقة الدفاع عن خلايا الهوست، مو طريقة الدفاع، يعني هل هي كيف اقولها يا رب لكم، بس يعني تذبح خلايا الجسم نفسها ولا لا؟ يقول لك هنا ما تتفاعل بالانيات، ما تتفاعل ضد خلايا الجسم نهائيا. حلو، يعني عادي تعرف هذه خليه جسم تمر عندها، ما تضربها ولا تهاجمها ولا شيء. بالادابتيف تفرق بين شيء نسميه السلف انتيجين والنن سلف انتيجين، يعني الخليه الجسم عليها السلف انتيجين فتعرف ان هذه الجسم حقتها. بس في بعض الاحيان تتعرف على خلايا الجسم على اساس انها خلايا من برا، فلما تتعرف عليها على اساس خلايا من برا ايش نسوي في الخليه اللي تعرفت عليها؟ بالليمفوسايت اللي تعرفت على خليه الجسم نذبحها.
هنا جت الليمفوسايت تعرفت على خلايا الهوست، خلايا العائل، خلايا الجسم الإنسان، نذبحها. فإذا ما ماتت تسبب لي اللي يسمونها اوتو اميون ديسيز، يصير الجسم يحارب نفسه. تمام. وهنا هذه اشياء ما هي مهمة، هذه يعني مو ما هي مهمة، ما راح اتكلم عنها بس انتو ذاكروها. والحين هذه بعد ما راح اتكلم عنها، بتكلم عنها من هنا ببدأ التولر. هنا الريسبتورز بتكلم عنهم، ببدأ من هذه السلايدة بالمقطع الجاي. تمام، فاستنوني في البارت الثاني، وشكرا لكم على استماعكم البارت الاول.